الآن التاسعة عشرة من الحدث. هي التاسعة عشرة، تبدأ بالعناوين. 9 أشهر من الحرب، مخاض عسير للهدنة، ونتنياهو لا يريد وقفا لإطلاق النار. النزوح لا يتوقف في القطاع، أوامر إسرائيلية جديدة لسكان شرق غزة بإخلائها. في إيران، هل يضم الرئيس الإصلاحي وجوها أصولية لتمرير حكومته في البرلمان؟ بعد انتصار العمال في بريطانيا، اليسار يتقدم في فرنسا وتكهنات بانسحاب بايدن. مرحبا بكم. أنهت الحرب على غزة شهرها التاسع بالتمام والكمال، وبالقصف والحصار أمسى القطاع مدمرا. لا تتوقف العمليات العسكرية، ومعها لا يتوقف القصف ولا النزوح. قبل ساعات أمر الجيش الإسرائيلي سكان التفاح والبلدة القديمة والدرج شرق غزة بإخلائها والتوجه غربا، وقبلها أمر سكان مخيم منصيرات بإخلائه، وقبل ذلك قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة العائلة المقدسة التابعة للأونروا والتي تؤوي أسر هناك، بعد ساعات من مجزرة في الأمس حين قصفت المقاتلات الإسرائيلية مدرسة بنصيرات تتبع هي الأخرى إلى الأونروا وتؤوي أيضا أسرا نازحة، فقتلت وأصابت العشرات منهم. احنا جينا نركض على المكان هنا، على المكان الاستهداف، لقينا الاطفال، لقينا اشلاء اطفال. هذا مكان طبعا العاب، هنا ترامبولين، هنا مرجيح، هنا هذا ناويين يخلصوا على الناس قبل التهدئه. اطفال جابوا رايحات. نزحنا على المدارس، من المدارس نزحنا على رفح، قعدنا في رفح حوالي 3 شهور، نزحنا منها على بنسيلة، رجعنا تاني قالوا بنسيلة ترجع لبيوتها، رجعنا على بنسيلة، لقينا الدار ما فيش دار، ما فيش معالم دار، عملنا خيمة وقعدنا فيها كويس. من كم يوم بقولوا كمان إخلاء، بدكم تطلعوا من بنسيلة. الله قال امبارح انا بناتي كلهن صبايا ينامن في الشارع قدام الناس، قدام الرايح والجاي، انا وعيلتي كلها ننام في الشارع كويس، ونروح الصبح نرجع تاني ماشي على بنسيلة، نجيب الخيمة مواصلات وندفع، والله بيعلم بحالنا دين في دين كله، ونرجع تاني ننصب الخيمة. مجرد ما انتصبت الخيمة قالوا بنسيلة ترجع لبيوتها. الموت صار أرحم لحياتنا، حجرونا على دول تاني ولا العيشة هذه. احنا خلص بطلنا نقدر نتحمل، بناتنا صبايا وكل يوم من خيمة لخيمة لمكان لمكان. اللي احنا عايشينه فيش اشي بيتخيله في الكون كله، فيش حد بتحمل. والله المعاناة في الأكل، في الملبس، في المشرب، في كل حاجة. يعني الأمور والله صعبة جدا. يكفي إنه نازحين، هاي رابح نزوحنا، مرة على مدارس خان يونس، ومرة على رفح، مرة رجعنا على بنسيلة، وهنا رجعنا مرة تانية على خان. روحنا على بيتنا لقنا كوم 3 طوابق من حمد الله لقناهن، مش على يوم بس، على كل المنطقة اللي نفيها لقناها كوم 3 طوابق الحمد لله. رجعنا ونزحنا، هي موضوع، شوف الموضوع مش موضوع ما أكل ومشرب، موضوع راحة نفس. ما في عنا راحة نفس، هدات بال ما في عنا هدات، ترى أمان ما في أمان، ما بتعرف تنام في بيت ساعة تطمئن فيها، تقعد تشرب تاخذ، حتى مقومات الحياة ما في، حتى حماماتنا بنقعد في الشارع هناك يعني في الخلف، اعتبارنا اللي حاط 4 خيش وقاعد فيها تقريبا يعني مش حياة، مصيرنا مش قادرين في الشارع. الوضع صعب جدا يعني، يعني لا مسكن ولا مأوى ولا أكل ولا شرب ولا يعني شغل، يعني الوضع صعب جدا يعني. امبارح جينا امبارح المغرب، اليوم هينا هنا في عند دوار بنسيلي، يعني وين بدنا نروح؟
يعني هينا مرميين إنا من امبارح مش عارفين نشرق نغرب وين نروح. وزي ما انت شايف صعب جد يعني، من أكل ومن شرب من كل إشي يعني. من دير البلح ينضم إلينا مراسل حدث أسامة الكحلوت من وسط قطاع غزة، وكذلك من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل حدث خضر الزعنون. مرحبا بكما. أبدأ من عندك خضر لأسأل عن الأخبار التي يعني بالأمس تحدثنا عن مدرسة قصفت، قتل أطفال والكثير من أبناء قطاع غزة، واليوم كذلك تستهدف مدرسة أخرى. فعلا حسين، يعني هذه المدرسة هي مدرسة العائلة المقدسة في المناطق الغربية من مدينة غزة، وقصفت مرتين. المرة الأولى كان استهداف أدى إلى سقوط 4 من الضحايا، بينهم إيهاب لغصين وهو وكيل وزارة العمل في غزة، وأيضا 3 معه تم يعني سقطوا ضحايا، وأيضا عدد آخر من الجرحى والمصابين، وأيضا يعني جرت عملية تدمير في هذه المدرسة على الأقل صفين أو غرفتين صفيتين داخل المدرسة دمرتا بشكل تام، وأدى ذلك إلى سقوط هؤلاء الضحايا وأيضا عدد من الجرحى والمصابين. أيضا بعيدة تقريبا دقائق من هذا القصف تعرضت هذه المدرسة لغارة إسرائيلية، ولكن كان هناك عملية نزوح وإخلاء لهذه المدرسة ولم تسفر الضربة الثانية والقصف الثاني عن يعني عملية يعني إصابات في صفوف النازحين، ولكن كل ذلك ترافق بعد يعني أو بعدها لعملية نزوح كبيرة للفلسطينيين من المناطق الشرقية على وجه التحديد من مدينة غزة، بعيد إنذارات وتحذيرات أصدرها الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين المتواجدين في مناطق التفاح وأيضا البلدة القديمة وهي في حي الزيتون وحي الدرج، خاصة في بلوكات 604 و606 و608 و609، وطلب منهم الجيش الإسرائيلي بالإخلاء بشكل فوري من تلك المناطق إلى المناطق المعروفة التي يقول عنها الجيش أنها آمنة في المناطق الغربية من مدينة غزة. كل ذلك حسين حصل عمليات قصف من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي وأيضا إطلاق النار من قبل مسيرات إسرائيلية، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين والذين لا زال عدد منهم حتى هذه اللحظة في داخل المنازل وأيضا في الشوارع والأزقة، وأيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية لكواد كابتر أطلق نار بشكل كثيف في محيط المستشفى المعمداني. هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد والذي يقع في البلدة القديمة من مدينة غزة، وبعد ذلك تم إخلاء الجرحى والمصابين والطواقم الطبية، وأصبح هذا المستشفى الذي كان هو الوحيد هنا في مدينة غزة خارج عن الخدمة حاليا. وأيضا عملية النزوح لعشرات آلاف المواطنين من المناطق الشرقية باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، حاليا المناطق الغربية تتكدس بأعداد النازحين وسط ظروف إنسانية صعبة، ويفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة وخاصة المياه الصالحة للشرب. طيب خضر، من عندك إلى أسامة بشكل مباشر في دير البلح. أسامة، كيف هو الوضع عندك؟ نعم، الوضع مماثل لما يدور في مدينة غزة هنا في منطقة جنوب القطاع، خاصة وأن الدبابات الإسرائيلية تركز ضرباتها في المنطقة الغربية لمدينة رفح في مع دخولنا الشهر الثالث للعملية البرية الإسرائيلية على مدينة رفح. ما زال التركيز الإسرائيلي على المنطقة الغربية، ينقل إصابات على مدار الساعة إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خدنيس، وهو أقرب منطقة وأقرب نقطة طبية لأي مصاب يصل من منطقة الشكوش في منطقة غرب مدينة رفح. الجيش الإسرائيلي يتمركز على محور فيلادلفيا، هذا المحور على الحدود الفلسطينية المصرية، الدبابات تتمركز في هذه المنطقة على مدار الساعة، ثم تتقدم باتجاه منطقة أحياء مدينة رفح، سواء كان منطقة الشابورة، تل السلطان، تل الدور، كل المنطقة الغربية وكل أحياء السعودي 1 و 2 و 3، كل هذه مناطق الجيش الإسرائيلي يتقدم بداخلها بشكل مباغت، ثم يقوم بعملية تجريف وهدم ونسف بمربعات السكنية في هذه المنطقة، ثم ينسحب باتجاه المنطقة الحدودية. في كل مرة ينسحب فيها الجيش الإسرائيلي سواء كان بالدبابات أو الجرافات يتم العثور على عدد كبير من الإصابات، ينقلوا إلى مستشفى ناصر. نتحدث هنا أيضا على منطقة جانبي محور نتسليم، هذا المحور الذي يفصل شمال القطاع عن جنوب. اليوم تم انتشال 3 ضحايا لشبان حاولوا العودة لمنطقة شمال قطاع غزة، تم العثور عليهم ونقلوا إلى مستشفى العودة. وفي هذه المنطقة
تحديدا في منطقة نحو نتسريم، الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف على مدار الساعة من أجل توسيع الشارع ومحور نتسريم يعني بعرض كيلو مترين. يركز عملياته في هذه المنطقة أسامة بشكل مكثف، ما غايته من هذا التركيز وهذا القصف؟ الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية كان يتلقى ضربات كبيرة جدا من الفصائل الفلسطينية، سواء كان بإطلاق قذائف الهاون والتي كان آخرها مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر بعد إطلاق قذائف هاون من المناطق المجاورة لهذه النقطة الأمنية المقامة وهذا الشارع. إسرائيل اتخذ قرار بتوسيع هذا الشارع أو عرض هذا الشارع من 2 كيلومتر إلى 4 كيلومترات، وبدأ ينسف مربعات سكنية وصلت إلى منطقة المغراقة من الجانب الجنوبي ومن الجانب الشمالي باتجاه مدينة غزة باتجاه منطقة حي الزيتون. هذه مناطق الآن بدأ الجيش بنسف مربعات سكنية تجريف الأراضي، وبدأ بقضم أراضي المواطنين خاصة الزراعية في هذه المنطقة. غالبية الأراضي شرق شارع صلاح الدين، ولكن في المنطقة الغربية أيضا هناك منازل سكنية كثيرة وأحياء بأكملها هناك، وبالتالي الجيش بات يخدم كل هذه الأراضي والمنازل من أجل توسيع هذا الشارع من أجل حماية المواقع الإسرائيلية التي أقامها الجيش على مدار الأشهر القليلة الماضية. الجيش منذ بداية التوغل البري على قطاع غزة وشق هذا الطريق وقسم القطاع إلى نصفين وفصله بالشمال عن الجنوب، أقام في هذه المنطقة 4 مواقع إسرائيلية كبيرة فيها مقر لقيادة الجيش، بالإضافة لأماكن كبيرة للدبابات الإسرائيلية، ومنها تنطلق للدبابات الإسرائيلية لتنفيذ كل العمليات. سريعا أسامة، من يصاب؟ وسأسأل عن هذه النقطة كذلك خضر، مسألة المعالجة، مسألة تقديم الخدمات الطبية المستعجلة لهؤلاء الناس منهم الأطفال والنساء وغير ذلك. المستشفيات هنا خاصة في مدينة غزة، حيث كان المستشفى الرئيسي هو مستشفى المعمداني، والذي الآن هو يقع ضمن عمليات الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في البلدة القديمة من مدينة غزة والتي تقع في حي الزيتون، وبات يعني المرضى والجرحى يعانون الأمرين، خاصة حتى قبيل عملية التوغل هذه التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة غزة. كان الجرحى والمرضى يعانون من نقص كبير في الأدوية والأمصال والمستهلكات والمستلزمات الطبية نتيجة شح وصول الشاحنات التي محملة بالمواد الطبية والمستهلكات الطبية والأدوية، إذ أنها تعاني من نقص كبير في هذه المستلزمات الطبية، وباتت بعض المراكز الصحية القليلة جدا التي تعمل كمستشفى أصدقاء المريض ومستشفى الخدمة العامة ومستشفى الصحابة، وهي مستشفيات لا تلبي الحاجة الماسة للجرحى والمرضى من ناحية الرعاية الصحية والطبية والعلاج، إذ أنها يعني تفتقر غرف العمليات وأيضا تفتقر الأطباء المتخصصين الذين غالبيتهم نزحوا إلى المناطق الجنوبية من القطاع. أسامة، فيما يخص هذه النقطة كذلك مسألة المداواة ومعالجة الأطفال والنساء ومن يقصف ويتعرض للقصف خلال هذه الحرب على قطاع غزة، يعني هل تمت إنشاء نقاط طبية من الممكن أن تعالج أو لا الأمر على حاله؟ غالبية مستشفيات مناطق جنوب قطاع غزة الآن تقريبا خرجت عن الخدمة، مستشفى شهداء الأقصى هذا الآن أكبر مستشفى يقدم الخدمة العلاجية بكامل قدراته وطواقمه الطبية ومعدات وغرف العمليات في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وهذا المستشفى الآن يقدم الخدمة لما يقارب من 1,000,000 نسمة متواجدين ونازحين أيضا متواجدين في مدينة دير البلح. ولكن في منطقة غرب مدينة خان يونس هناك عدد كبير من المستشفيات الميدانية التي أنشئت بعد مدينة رفح باتجاه منطقة دير البلح ومواصي خان يونس، ولكن هذه المستشفيات هي عبارة عن خيام يتم نقلها مرارا واتباعا بسبب التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، وبالتالي فيها نقص سواء كان هذه الخيام بداخلها عدد قليل من الأسرة، وفيها نقص سواء كامل أدوية والطواقم الطبية وكل الإمكانيات تقريبا هي إمكانيات قليلة. فقط مهام هذه المستشفيات المدنية هي تقديم تضمين الجراح والإسعافات الأولية فقط، وليس بمقدور هذه المستشفيات تقديم عمليات كبيرة، وبالتالي يتم ترحيل أو نقل كل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى شهداء الأقصى ومن ثم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. المستشفى ناصر مدمر بشكل كامل،
ويجري عملية إعادة تأهيله من المنظمات الدولية باتت تشرف على أداء هذا المستشفى. وبالتالي نتحدث هنا عن خروج غالبية مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة كما جرى اليوم إخلاء مستشفى المعمداني، نتحدث عن إخلاء مستشفى الأوروبي في المنطقة الجنوبية، وبالتالي هذه مستشفيات رئيسية لها انعكاس في حال خرجت عن الخدمة وتكون نعم. هناك كارثة طبية في جنوب قطاع غزة. شكرا جزيلا لكما من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل حدث أسامة الكحلوت، وكذلك من مدينة غزة الزميل خضر الزعنون. إذن بعد 9 أشهر لا يبدو أن مخاض حرب نتنياهو على غزة أتى بأي من الأهداف التي أعلنها، سواء إنهاء وجود حركة حماس وتغيير التاريخ في غزة أو الإفراج عن الرهائن ولا تحقيق الأمن لإسرائيل، بل ربما كان للحرب آثارا أبعد ما تكون عما كان يطمح إليه نتنياهو، سواء على القطاع وحماس أو إسرائيل ونتنياهو وحتى السلطة الفلسطينية. وكما كان مخاض أهداف حرب نتنياهو عسيرا، كان المخاض مخاض الهدنة في غزة عسيرا هو الآخر. حماس قدمت ردها الذي وصف بالمرن وانتظرت الرد الإسرائيلي، واليوم خرج نتنياهو ليرد على مطالب الجيش والوسطاء بأن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، وليؤكد مجددا أن الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة الأسرى من دون التنازل عن أهداف الحرب، مضيفا أنه لا يمكن السماح بعودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة بموجب الاتفاق. قبل أن يعود إلى نقطة الخلاف المستمرة مع مصر، نتنياهو قال إن أي اتفاق يجب أن لا يسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر. لمناقشة الهدنة في قطاع غزة من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي أشرف عكا، ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي، ومن واشنطن الدكتور أحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، من القدس الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي مائير كوهيم. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك دكتور عكا لأسأل أي النقاط التي يمكن الآن القول بأنها تساعد بالفعل على إبرام الهدنة والصفقة، خاصة مع رد فعل من قبل إسرائيل على ما ردت عليه حماس؟ هناك مرونة يبدو بين الطرفين الآن. يعني أعتقد نعم هناك مرونة، ولكن يبدو أن المبادئ الخمسة التي وضعها نتنياهو، وخاصة إمكانية العودة إلى الحرب وتحديد عدد الأسرى يعني وزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين وغيرها من قضايا استفزازية لمصر، دليل واضح أنه يحاول استباق الاجتماع الرباعي الذي يمكن أن يحدث الأربعاء القادم بين وزير الخارجية القطري ويعني مدراء المخابرات مصر وقطر والولايات المتحدة بهذا الاتجاه. ويعني أعتقد يعني صحيح في هناك احتمالية لهذه الصفقة على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي هو الذي يصرخ ويريد هذه الصفقة، ومقاربة الهزيمة عند الجيش الإسرائيلي يعني بهذه الصفقة قد يمكن توظيفها سياسيا بما يخدم وضع الجيش، ولكن يبدو أن نتنياهو ليس على عجلة من أمره، والوقت السياسي أو توقيت نتنياهو السياسي حتى هذه اللحظة لا يؤشر بضرورة عقد هذه الصفقة، لأنه يبدو أن التفاعلات الداخلية في إسرائيل لم تهز أركان الحكومة ولا أركان نتنياهو حتى هذه اللحظة، لأنه لا يمكن وضع هذه يعني العقبات
أو المبادئ الخمسة، وكما يعني قبل قليل يعني سرب من مصدر أمني إسرائيلي كبير أن هذه عملية تعطيل وعملية إرباك المشهد التفاوضي الذي يجري الآن بأجواء إيجابية. هل دكتور فقود المراقبين؟ نعم أستاذ أشرف، هل بالفعل حماس الآن تراجعت عن شرطها بمسألة وقف إطلاق النار والقبول بالتفاوض حتى وإن كانت هذه الحرب مستمرة؟ نعم، حماس وافقت أنه في المرحلة الأولى يعني تجري عملية تفاوضية طويلة من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة وغير ذلك، ولكن في المرحلة الأولى كانت حماس تطالب بضرورة أن يكون في هناك تعهد إسرائيلي أو تعهد من الوسطاء بوقف الحرب بشكل نهائي وندخل بعمليات ترتيبات وتفاصيل المرحلة الثانية والثالثة، ولكن حماس وافقت، وفعليا هذا تكتيك سياسي يمكن أن يؤشر بالضرورة إلى نضج الحالة التي وصلت إليه الفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع الوسطاء بهذا الاتجاه. سيد مائير، الليونة الموجودة لدى حماس الآن تنسحب على الجانب الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو؟ ما في شك أن مسألة الليونة هي مسألة الهدف منها تكتيكي وليس الهدف منها ليونة فعلا وحقيقية، لأن نقطة الخلاف الرئيسية تتركز حول موضوعين: أولا المدة الزمنية التي تتعلق بهذه المفاوضات، حماس تريد استمرار هذه المفاوضات إلى ما لا نهاية دون تحديد جدول زمني، وهذا يعني أن موضوع الرهائن ومصيرهم غير معروف. ثانيا هي تريد وقف إطلاق النار الكامل على كل أنحاء قطاع غزة. في حقيقة الأمر نتنياهو في مثل هذا الأمر لا يمكنه أن يستطيع أن يحصل على مصادقة الكاملة على هذه الاتفاقية، ولذلك هو يشدد بمواقفه وينقل رسائل إلى الإدارة الأمريكية وينقل رسالة أيضا إلى الوسطاء وصورة خاصة إلى حماس، ربما يريد أولا تجديد هذه المواقف من أجل الحصول على تنازلات من حماس قبل البدء في المفاوضات. طيب دكتور أحسان الخطيب، مرحبا بك. الجانب الأمريكي على ما يبدو بأنه يضغط، وهناك اتصال ما بين بايدن ونتنياهو، هل بقي شيء يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بعد مضي كل هذه الأيام وسقوط كل هؤلاء الضحايا؟ تحياتي. أولا تعرف هناك مصالحة الراكنشير الكرسي المتحرك، يعني الراكنشير بيتحرك مكانه، تشوف هناك حركة، ولكن كما يقال باللهجة اللبنانية حركة بدون بركة. هناك يعني مشكلة أساسية في هذه العملية كلها. المشكلة الأساسية أن هذه الحكومة الإسرائيلية حكومة متطرفة، يعني لم تكن بإسرائيل بكل تاريخها عندها حكومة متطرفة كما هي اليوم، وهناك المتطرف ومتطرف أكثر. فعندك المشكلة أنه نتنياهو لا يستطيع القبول بوقف إطلاق النار الدائم. كلمة دائم تسقط الحكومة. المتطرفين الصهاينة الدينيين يقولوا إذا تلفظ بكلمة دائم تسقط الحكومة، لذلك لا يستطيع أن يفعل ذلك نتنياهو. كل هذا لماذا تذهب الوفود؟ إذا تذهب الوفود من أمريكا كل عنده أسباب، يعني الأمريكي لا يمكن أن يعطي سلاح ولا يبين أنه يفعل شيئا ما. الإسرائيلي أيضا عنده ضغط الرهائن، وحماس عنده ضغط كمان الكارثة في غزة، فكلهم عندهم دوافع للذهاب إلى المفاوضات، والعرب موقفهم أيضا الذهاب إلى المفاوضات محاولة المساعدة في الحل. ولكن المشكلة الأساسية أن لماذا لم تنجح إدارة بايدن حتى اللحظة دكتور أحسان بإبرام الصفقة أو المساعدة في إبرامها؟ هي لأنها لا تريد، أو العند لدى نتنياهو هو من عرقل هذه القضية؟ عزيز، المشكلة منذ بداية هذه الحرب أنه بايدن هو المشكلة. بايدن هو جزء كبير من المشكلة. لا يؤمن بمبدأ الضغط على إسرائيل، فكرة الضغط على إسرائيل لا يؤمن بها. يعني تصور هذا النظام الأمريكي فكرة أنه يعطوا مساعدات مليارات الدولارات، ممنوع أن يكون شروط على هذا المساعدة. تصور يعني المواطن الأمريكي إذا أخذ مساعدات من الحكومة الأمريكية تضع عليه شروط وضوابط، ممنوع، لازم دعم غير محدود. وهذا الرجل صهيوني ومنذ عقود يقول لا يجب الضغط على إسرائيل، فأمريكا لا تضغط على إسرائيل. وفشل هذه السياسة الأمريكية، يعني يمكن تصويره تخيله يعني من هذا المرفأ العائم المؤقت الذي كان فشلا ذريعا. إلى اليوم لم تستطيع أمريكا إقناع الإسرائيلي بإدخال الطعام إلى غزة.
الى اليوم، يعني تفشل طيب. شيء بسيط، فهذا فشل استثنائي. والمشكله اسمح لي دكتور احسان اسال الدكتور احمد الشحات، عندما تقول اسرائيل بان اي اتفاق يجب ان يضمن كذلك يا دكتور احمد ان لا تصل الاسلحه الى حماس، يعني الجغرافيا هي جغرافيا ملاصقة للأراضي المصرية، كيف ترد القاهرة على هكذا يعني اتهام وإن كان بطريقة غير مباشرة؟ يعني سبق أن ردت القاهرة على هذه المزاعم وهذه الأكاذيب المتكررة من فترة زمنية لأخرى لمحاولة حكومة نتنياهو أو نتنياهو لإيجاد ذرائع في التواجد في هذه المنطقة. الدولة المصرية حريصة على غلق كافة الأنفاق منذ 2014 في إطار مجابهتها لمكافحة للإرهاب بشكل كبير جدا، إلى أن انتهت تماما من هذه الإجراءات وإقامة منطقة عازلة وتنفيذ مخطط تفجير لكافة الأنفاق المكتشفة في هذه المنطقة وعمل مزارع سكنية ومزارع سمكية وخلافه، اتخاذ العديد من الإجراءات في هذه الأمور. وعلى المستوى الرسمي وعلى المستوى الأمني والاستخباراتي أرسلت يعني رسائل واضحة للجانب الإسرائيلي بعدم استخدام هذه الورقة من آن لآخر لإيجاد ذريعة لتواجدها في أو احتلالها المعبر رفح من الجانب الفلسطيني وتواجدها في محور فيلادلفيا بهذا العمق وانتشارها في منطقة رفح مدينة رفح بشكل موسع وتنفيذها للمجازر المتكررة. فهذا نهج اعتدت عليه القاهرة بشكل كبير جدا في هذه المرحلة، وإن كانت تؤكد عليه في هذه المرة استباقا لاجتماع الأربع المرتقب، لأنها تدرك جيدا أن المفاوض المصري أو الوسيط المصري في هذه التفاوضات من الشروط الرئيسية التي يستعرضها على طاولة المفاوضات هو انسحاب إسرائيل من معبر رفح ومن محور فيلادلفيا بشكل مباشر. طيب مصر داخل يعني داخل الوساطة دكتور أحمد، وهنا أسأل الأستاذ أشرف، فيما لو كانت الأطراف العربية الداخلة في مسألة الوساطة بين الطرفين تستطيع أن تفعل شيء في ظل عند وكذلك مكابرة من حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأكبر في مسألة إبرام هذه الصفقة؟ نعم أنا أتفق معك تماما. المسألة الآن ليس فقط عند الأطراف، سواء كان عند حماس أو عند الولايات المتحدة أو عند يعني الوسطاء. المسألة مرتبطة بالجانب الإسرائيلي، بالمؤسسة الأمنية العسكرية، بالداخل، بالشارع، بالمعارضة الإسرائيلية. هناك إجماع إسرائيلي داخلي أن المعطل والعقبة الكأداء أمام أي مسار تفاوضي جدي وحقيقي هو نتنياهو. وبالتالي وعندما ضمنت الولايات المتحدة موقف الجيش بعد زيارة وزير الدفاع، أعتقد الآن تترك الأمور للوضع الداخلي في إسرائيل كيف يمكن أن يتفاعل ويحدث التغيير المطلوب ليجبر نتنياهو والحكومة على يعني على هذه الصفقة. وقبل يعني ساعات قليلة يبدو أن الخلاف بدأ يأخذ طريقه على موضوع قانون الحريديم وتفاعلات داخلية في حزب الليكود تنبئ وتشي أن يعني انقساما ما قد يحدث فيما لو رفض نتنياهو تمرير هذه الصفقة، لأن كل المناشدات من المؤسسة الأمنية، من الجيش، من المعارضة، من أهالي الأسرى، من الشارع الإسرائيلي الذي ما زال يعيش على وقع التظاهرات، هذا كله ما يجب أن يأخذ الأمور إلى وضع داخلي إسرائيلي يؤشر بالضرورة أو يشير بالضرورة إلى ضرورة رضوخ نتنياهو، لأنه عناد نتنياهو مفضوح ومكشوف ومعروف. يعني كنا نتحدث يعني عن موضوع وقف الحرب أو عدم عودة إسرائيل، وافقت الفصائل الفلسطينية، الآن يعطل في عشرات القضايا ويضع تفاصيل أخرى لا يمكن نقاشها أو حتى القبول بوضعها على طاولة التفاوض، أنه تم الانتهاء منها في مراحل سابقة. الآن كيف تتفاعل إسرائيل داخليا؟ الولايات المتحدة دعني أقول عاجزة ومقيدة، ويراهن نتنياهو أن يصل إلى الكونغرس يعني دون يعني مع لمحاولة إسقاط بايدن. هذه مسألة أصبحت معلومة. ضغوط داخلية الآن. أستاذ أشرف، وهنا أسأل السيد مائير، ضغوط داخلية على نتنياهو من ذوي الأسرى وكذلك من الشارع الإسرائيلي، وأخرى بين قوسين توصف بأنها أمريكية، أيهما أكثر تأثيرا أو استجابة لدى بنيامين نتنياهو؟ الشارع سيدفعه بالفعل لقبول هذه الصفقة وتحرير الأسرى أو ماذا؟ هو نتنياهو في حقيقة الأمر أمام خيارين، إما قبول الصفقة
بشكلها الحالي أو مع إدخال تحسينات عليها، وفي هذه الحالة سيفقد حكومته، وإما أن يستمر في المراوغة على اعتبار أن المفاوضات ستستمر لمدة 3 أسابيع، يمكنه أن يتوجه إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطابه أمام الكونغرس ويشرح موقف إسرائيل ويعود بشعبية معينة فيما يتعلق بالمواقف التي سيطرحها، ويعني فيما يتعلق يحتاجها أكثر مما هي عليه الآن. سيد مائير، كل من يراقب ما يجري داخل قطاع غزة يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل غطاء سياسيا واقتصاديا وعسكريا كذلك لهذه الحرب على القطاع. نعم، والرأي العام الأمريكي 82% يؤيدون يعني ويقفون إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب، وليس فقط من حيث الإدارة الأمريكية. سأسأل عن هذه النسبة يعني الدكتور حسان بعد قليل، تفضل أكمل سيد مائر. نعم، ولذلك الخيار الآن أمام نتنياهو هو ربما سيكون مواصلة المراوغة واستمرار هذه المفاوضات، وصولا ربما إلى تغيير الإدارة الأمريكية بإدارة جديدة بإدارة ترامب، ربما يتعامل معها أكثر بتفاهم وبنوع من المعرفة أكثر مع ترامب أكثر من بايدن. طيب دكتور أحسان، ماذا عن النسبة التي تحدث عنها السيد مائير بأن نحو 82% من الأمريكيين يؤيدون هذه الحرب على قطاع غزة، ونتنياهو ينتظر الخطاب أمام الكونغرس ليأخذ يعني حماسا ودعما أكبر، وهنا استغربت أنا، يعني أكثر من هكذا دعم؟ ما الذي تريده إسرائيل؟ استطلاعات الرأي في أمريكا تظهر أن الشعب الأمريكي يريد وقف إطلاق النار. هلأ إذا بتدخل موضوع حماس أكيد الشعب الأمريكي منظمة إرهابية ضدها أكيد، ولكن هناك ضغط أمريكي في طلب لوقف إطلاق النار خاصة عند الجمهور الديمقراطي. الديمقراطيين نسبة كبيرة ساحقة منهم تريد وقف إطلاق النار، وهناك غضب داخل الحزب الديمقراطي من بايدن بسبب دعمه غير محدود لحرب غزة. يعني مشكلة كبيرة للحزب الديمقراطي وستتبين في المؤتمر السنوي في شيكاغو، هذه المشكلة الكبيرة مع التقدميين. هناك مشكلة حقيقية، المشكلة الأساسية في أمريكا وهذا يعني النظام الأمريكي، إذا نظرنا إلى الكونغرس إلى جانب إسرائيل بشكل استثنائي، ليس هناك أي موضوع من مواضيع في أمريكا هناك الكونغرس إلى جانبه بشكل استثنائي. بايدن مع إسرائيل وترامب مع إسرائيل، يعني أنا لا أعتقد أن انتخب ترامب ولا انتخب بايدن سيغير يعني كثير، لأن إسرائيل ما زالت تحظى بدعم استثنائي من النظام الأمريكي، ولذلك فهي تستمر في هذا الحرب. طيب ستبقون معنا من عندكم الضيوف إلى فرنسا الآن، هذه المشاهد التي تصلنا بعد فوز اليسار والحشود الموجودة وكذلك عربات للشرطة وسيارات إسعاف. إذن مشاهدينا، بعد فوز اليسار رئيس الحكومة الفرنسية يقدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، هذا عقب الجولة الثانية من الانتخابات. نشاهد ونتابع هذه الصور. إذن ثمت متغيرات في بعض البلدان الأوروبية، هناك أعمال شغب كذلك تصاحب نتائج هذه الانتخابات بعد فوز اليسار بها. إذن نعود إلى ضيوفنا دكتور أحمد الشحات، أريد أن كذلك أسألك عن نقطة الموقف لدى حماس الآن، يعني إذا كانت هناك ليونة لدى حماس، من أين تنبع هذه الليونة؟ كذلك من ضغط الشارع داخل قطاع غزة الذي لا يريد الحرب أكثر، وبالتالي هي أمام أمر واقع، ما من تحشيد لها، ما من قدرة على جمع المزيد من الناس الذين يقولون لها استمري بهذه الحرب مثلا، أو الدفاع وليس الحرب.
أولا أرى أن هناك نقاط جديدة في المشهد تختلف عما من شهر، عما التفاوضات الأخيرة، وهي بالإضافة للنقطة اللي حضرتك أكدت عليها، الوضع المأساوي والمعيشة الصعب في داخل غزة والذي يتفاقم من يوم لآخر، وحالة التضييق وغلق المنافذ والمعابر وخلافه. هناك نقاط أخرى بالنسبة لإسرائيل، هناك إدراك حماس أن الجبهة الشمالية وعدم قدرة إسرائيل على التحكم في مستوى التصعيد فيها، وأن ممكن أن تنفجر في أي لحظة. هذا الجزء رئيسي في أولوية الجانب الإسرائيلي أو الإدارة الإسرائيلية في هذا المشهد. النقطة الثانية، ضغط الشارع الإسرائيلي الذي يتجاوز 70% يروا أن الأولوية الأولى في هذه المرحلة هي تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. النقطة الثالثة، في إطار تراجع شعبية بايدن أو المناظرة الأخيرة التي أدت إلى تخفيض شعبيته، المستجد الجديد تحتاج إدارة بايدن في هذه المرحلة لورقة سياسية تدعم موقفها في هذه الأجواء الانتخابية. النقطة الأخرى، حالة يعني التراجع أو حالة استعادة حركة حماس على الموقف الميداني لجزء من كفائتها وتكبيدها للجيش الإسرائيلي، العديد من الخسائر لا تتوافق مع الميزان العسكري والفرق ما بين قوة الطرفين، عدم حسم العمليات العسكرية بشكل كبير جدا من الجيش الإسرائيلي، الشكل العام عدم وجود أفق سياسي أو نجاح سياسي في أي منطقة سواء على المستوى الجبهة الشمالية أو على المستوى قطاع غزة أو على المستوى الداخلي، أو حتى شكل إسرائيل أمام المجتمع الدولي كله، وتراجع صورتها وتمييزها بأنها دولة محتلة وإعادة الزخم للقضية. هذه الأمور كلها خسائر أو نقاط جديدة ستفرض يعني عوامل يعني يجلس عليها يعني أطراف الصراع والدول الوسيطة على طاولة المفاوضات مرة أخرى من وجهة نظر. طيب، مسألة الخلاف الداخلي الإسرائيلي، أستاذ أشرف، جالانت نتنياهو، السجال ما بين المؤسسة العسكرية وكذلك نتنياهو شخصيا، إلى أي حد بالفعل كذلك يشكل نقطة إضافية من نقاط الضغط على نتنياهو من أجل أن يمضي ولا يبقى يصرح بأنه لا يريد وقف إطلاق النار؟ نعم، هي النقطة الأهم ويعني والأكثر حسما، خاصة أن الجيش هو الذي يعيش الأزمة الحقيقية ميدانيا في الجنوب وفي الشمال بهذا الاتجاه، وكل قيادات الجيش الإسرائيلي ورؤساء الأركان ورؤساء الفرق وغيرهم اجتمعوا مع نتنياهو وشرحوا الوضع الميداني المأزوم في قطاع غزة، وأن الأهداف يعني التي حددها نتنياهو لا يمكن تحقيقها، ويجب أن يكون في هناك أهداف منطقية محددة. أعتقد أن التفاعلات الداخلية تشي بأن وزير الدفاع مع مجموعة من أعضاء حزب الليكود وبعض الجنرالات العسكريين قد يكون شكل من أشكال الانقلاب. هذا كيف يكون شكل هذا الانقلاب؟ يعني عبر ما هي الآلية؟ حتى هذه اللحظة لا يمكن لي استشعارها، ولكن حقيقة طبيعة الأصوات من المؤسسة الأمنية العسكرية في إسرائيل، رئيس الموساد السابق اليوم يضع يعني أطروحة غاية في الأهمية يوجه فيها المسار السياسي الاستراتيجي في إسرائيل، وكيف أن نتنياهو يدخل إسرائيل في أتون يعني حالة لا يمكن يعني معالجتها في ظل هذه الهزائم والأزمات الداخلية والأزمة مع لبنان وغيرها. إذن دعني أقول أنه خلال الأيام القليلة القادمة، ما لم يكون في هناك حسم على طاولة المفاوضات، قد تلجأ المؤسسة الأمنية العسكرية التي بدأت تصرخ ويعني وتطلق عشرات التصريحات والتسريبات حول طبيعة الوضع وطبيعة الأهداف وطبيعة القرار السياسي الواجب على المستوى السياسي اتخاذه بهذا المشهد. طيب سيد مائر، هناك هوة كبيرة بين ما وضعه نتنياهو في مخيلته في بداية هذه الحرب وبين ما يتم تحقيقه على الأرض، لذلك تأتي مواقف العسكريين مختلفة وحادة في بعض الأحيان بأنه رسم أمورا على ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تحقيقها. طبعا هذا في حقيقة الأمر، لكن يجب أن نذكر أن هذه حرب ضد الإرهاب، والحرب ضد الإرهاب هي ليست أمام جيش نظامي، ومصر تعي ذلك جيدا في الحرب التي حدثت في سيناء. حرب ضد الإرهاب، 40,000 ضحية نساء وأطفال هم تحت التراب الآن، هؤلاء كلهم إرهابيون سيد مائر؟
لا أنا في أعداد منهم إرهابيين، ولكن طبعا بالنسبة لوزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس هي بتحط. هل لدى إسرائيل مشعر تجس فيه هذا إرهابي وذاك لا؟ يعني أطفال، الصور شاهدتموها في الداخل الإسرائيلي. الذي يستشعر طبعا هو أولا أن حماس استخدمت هؤلاء المدنيين، حماس لا تمثل الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، حولتهم إلى دروع. هذا ما يقوله الفلسطينيون ويقوله أبناء قطاع غزة. سيد ماهر، هم أبناء قطاع غزة ولكن حماس بتستخدمهم. كيف يمكن لمثل هذا الطاغية أن يستخدم الشعب الفلسطيني لتحقيق مآربه، وهو شخص يعني يمكن وصفه بأشياء أخرى تعرفها السجون الإسرائيلية عن أصله فعلا، وشخص يعني لا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع. شاهدت سيد مائير شابا فلسطينيا يوضع على عربة عسكرية إسرائيلية ويجاب به الشوارع؟ أنت لا شك بأن الصور وصلت للجميع، كيف تقيم هكذا صورة؟ أليست انتهاكا لحقوق الإنسان؟ نعم. أليست إجراما بحق هذا الشاب؟ نعم. ألم ترى سيادتك ما يعرض في شبكات التواصل الاجتماعي ما تقوم به حماس في هذه الأيام ضد الشعب الفلسطيني، عندما تقوم بضربه بالعصيان وبرشه على أجسادهم بأنهم سرقوا المواد الغذائية؟ هذا يتعلق بطبيعة شعب. انظر كيف الشعب الإسرائيلي يخرج من أجل الحصول على هؤلاء الرهائن وهؤلاء الضحايا، ومستعد أن يدفع ثمنا غاليا في مقابل أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يسكت على هذه الآثار المدمرة على حياته، والتي وصفها رئيس السلطة الفلسطينية بأن ما حدث، ما قامت به حماس في هذه الحرب، أكبر من النكبة الفلسطينية عام 48. ولذلك هي مسؤولية حماس ومسؤولية هذا الرجل الذي فقد كل الشعور بالمسؤولية. طيب، وليست مسؤولية نتنياهو الذي يقول الكثير من الإسرائيليين بأنه يضع الإسرائيليين كذلك أمام تحدي كبير. دكتور أحسان، نعم دكتور أحسان، ما يرى الآن من صور داخل قطاع غزة، الجانب الأمريكي يحركه هذا أو لا؟ الأمر لا يتعلق، يعني كما حدث في أوكرانيا مثلا، كاد يبكي الرئيس الأمريكي على ما جرى في أوكرانيا والأوكرانيين، وهذا شيء جيد نصرة للإنسان. لماذا لا يحرك ما يجري في داخل قطاع غزة الرئيس الأمريكي؟ صحيح، هذه كارثة، هذه فضيحة عالمية، فضيحة أمريكية. الإسرائيلي دخل في مستنقع غزة، خسر في غزة رغم الكارثة الإنسانية، يخسر، لا يحقق أهدافه، كالطالب الفاشل يبحث عن من يلومه. ساعة يريد لون بايدن، البايدن هو المشكلة اللي أعطيهم السلاح، ساعة يريد لون مصر. فشل استثنائي، هناك حكومة متخلفة دينيا، هناك وزير التراث اليهودي يريد ضرب غزة بقنبلة نووية، هناك منع الطعام للإنسان في هذا الوقت، تمنع الطعام للإنسان. لماذا إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟ ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية دكتور. أمريكا الدعم غير المحدود هو الذي كان كارثة لإسرائيل، لأنه فقط نصائح من أمريكا، لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا ذلك، افعلوا ذلك، وإسرائيل لا يكترث. يعني منذ البداية قال الأمريكي لا تدخلوا غزة، لم يكترث إسرائيل، دخل غزة، قال لهم ادخلوا الطعام، لا تستعملوا الطعام سلاح، لا تضربوا أهداف مدنية، لم يكترث الإسرائيلي. فماذا حصل الإسرائيلي؟ أصبح في محكمة العدل الدولية، أصبح في محكمة الجنايات الدولية، كارثة لسمعت، ليس فقط سمعة إسرائيل، هناك سمعة اليهود بالعالم. اليهودية اليوم سمعتها كم أيضا سيئة، لأن ارتباط إسرائيل باليهودية. أنا أذكر هناك كتاب عن اليهود أمريكا اسمه Divided We Stand، واحد اسمه جوردس كتبه، نشر، كتب عن أنه أينستاين ألبرت أينستاين رفض رئاسة إسرائيل، وقال أن القومية الإسرائيلية، القومية اليهودية ستكون كارثة لليهودية. اليهودية اليوم دين السماوي، يعني يرتبط بالإبادة، هذا يعني مأساة وهي خسارة للجميع. أنا أعتقد حماس انتصرت في هذا الحرب، القضية الفلسطينية انتصرت، الموقف الرسمي العربي انتصر، الموقف الأمريكي خسارة، الإسرائيلي خسارة، وللأسف هذه النتيجة التي نرى اليوم بسبب الدعم الأمريكي غير المحدود. دكتور أحمد الشحات، لا يمكن التراجع لنتنياهو عما رسمه، وبالتالي يصعب حتى دور الوسطاء بما فيه من الولايات المتحدة الأمريكية
سؤالي مرتبط بما يجري على الأرض، يعني لا الرهائن والأسرى تم تحريرهم ولا هو قضى على حماس، يعني حماس يقول من يواليها بأنها فكرة لا يمكن القضاء عليها بهكذا حرب. يعني اسمح لي بس تعليق سريع على فكرة الإرهابي وهذا التوصيف للشعب الفلسطيني في هذا المشهد. الإرهابي في المقام الأول كما نرى هو من يستهدف الأطفال، ما يستهدف النساء، ما يستهدف الشيوخ، يستهدف المدارس، يستهدف المستشفيات، ينفذ حرب إبادية، حالات إجرامية مكثفة، ينفذ مخطط تجويع كبير في إطار يعني تنفيذ قتل ممنهج. فهذا ما يسمى بالإرهابي، كما كان هناك إسقاط على الدولة المصرية في هذا المشهد. السؤال بتاع حضرتك، مسلسل الفشل الاستراتيجي الموجود لدى حكومة نتنياهو في كافة المسارح العبلاتية، سواء في اتجاه غزة وعدم تنفيذها لأي أهدافها المعلنة منذ 7 أكتوبر، فشلها في التحكم في الجبهة كما ذكرت في الجبهة الشمالية، حتى حالة التوافق داخل المجتمع الإسرائيلي وحالة الانقسام داخل الجيش ما بين الجيش وبين المستوى العسكري والمستوى السياسي، هذه حالة الانقسام، حالة حتى الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت داعمة على طول الخط، طبقا لأن هناك عوامل تاريخية وأبعاد كثيرة أيديولوجية وخلافه وتأثير للوبي اليهودي في الداخل، ولكن في النهاية في حالة يعني توتر في العلاقة، ولن يتحرك بشكل مباشر وإيجابي نتنياهو وحكومته في إطار المفاوضات إلا بعد أن يستعرض هذا الموقف في الكونغرس الأمريكي ومقابلة بايدن لاتخاذ ضمانات جديدة لتنفيذ مرحلة جديدة من الحرب أو كسب مكاسب رئيسية خلال التفاوض تعزز من موقفه. أستاذ أشرف، الداخل الفلسطيني كذلك ومسألة السجال ما بين الفصائل الفلسطينية فتح وحماس وغير ذلك، هل هذا وقته؟ كيف يمكن لمسؤولي الحركتين أن يتعاملا بهذه الطريقة مع موت كل هؤلاء الناس؟ يعني ألا يمكن أن تكون هناك طريقة تعاطي مختلفة؟ ألا يمكن أن تكون هناك مظلة شاملة تتعالى فيها الأطراف الفلسطينية على الجراح من أجل أن ينقذ الفلسطينيون؟ نعم، وهذا ما يجب أن يكون. ويا سيدي دعني أقول، هناك 7 مبادرات مجتمعية وفصائلية في الداخل والخارج والشتات وفي مختلف الساحات من أجل أن توحد يعني الحالة الفلسطينية الكلية، ولكن للأسف الشديد نعم هي مسؤولية على كل الأطراف، على قيادة الشعب الفلسطيني، على حماس، على الفصائل، والكل جرب الفرقة وعدم الانسجام وعدم الوحدة، والآن نحتاج إلى مقاربة وطنية واحدة موحدة تضع رؤية سياسية فلسطينية لمواجهة التحدي وإلجام نتنياهو الذي يطرح مخططات مختلفة من إعادة احتلال القطاع. يعني ما يفعل نتنياهو يعني هو إعادة احتلال القطاع غزة، تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، ليس احتلال قطاع غزة أستاذ أشرف، ليس احتلال قطاع غزة، ما يقوم به نتنياهو ليس احتلال قطاع غزة. السيد مائير يقول لك هو حرب على الإرهاب، يعني الإرهاب على كل الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني كله إرهابي، هذا الشعب يريد حريته واستقلاله وسينتزع حريته واستقلاله ما دام هذا الاحتلال لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق الاتفاقيات الموقعة وفق قرارات الشرعية الدولية. هذا ما يجب أن يعيه مائير كوهين وغيره. الشعب الفلسطيني الآن موحد في مواجهة العدوان الصهيوني. صحيح الفصائل الفلسطينية تحتاج إلى مقاربة وطنية سياسية، طيب. هنا الخلاف السياسي، كيف يمكن لنا التعاطي مع كل المشاريع السياسية المطروحة؟ هناك رؤية عربية فلسطينية وضعت أمام الإدارة الأمريكية وأمام الاتحاد الأوروبي للتفكير بمسار سياسي شامل، طيب. ينهي هذا الصراع وهذا النزاع ويجعل إسرائيل تعيش بأمن وسلام واستقرار، والشعب الفلسطيني يأخذ حكومه، طيب. ويبني دولته. طيب سيد مائير، ألم يكن نتنياهو شخصيا مسهلا لطرق دعم حماس ماليا أو اقتصاديا؟ ألم يكن هو من قوض عمل السلطة الفلسطينية وبالتالي الآن هو يتحارب مع حماس، ودائما يقول الفلسطينيون بأن حماس كحركة لا تمثل الفلسطينيين لا في قطاع غزة، هي تمثل ذاتها فقط. نعم، وهكذا يعني يتهم بأنه قام بمساعدة حماس ودعمها أولا ماليا، لكن هو رد على ذلك، هو الهدف هو تحقيق الهدوء من خلال توفير
اللازم للشعب الفلسطيني من احتياجات. وفعلا هذا كان قبل 7 أكتوبر، إسرائيل كانت تقدم كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، 15,000 عامل يعملون يوميا في داخل إسرائيل، النخل الغذاء والمواد حوالي 10,000 شاحنة يوميا تنتقل الغذاء، موضوع الكهرباء وكل ما يلزم، 30 مليون دولار تصل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ومن ناحية تانية هو كان يريد ذلك سياسيا من أجل الفصل بين حماس كانت تحذر السلطة الفلسطينية سيد مائير نتنياهو شخصيا وتقول له أي عمليات عسكرية ضد المدنيين لن تجلب الأمن لإسرائيل ولن تجلب الاستقرار، لماذا لم يسمع صوت السلطة الفلسطينية حينها؟ لأن السلطة الفلسطينية هي في حالة صراع مع حركة حماس، وهي حماس تريد أيضا القضاء على السلطة الفلسطينية، وبدون الوقوف جهاز الأمن العام إلى جانب وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية لقامت حماس باحتلال أيضا الضفة الغربية. اسمح لي سيد مائر، أستاذ أشرف لديك تعليق على هذه الأجوبة سريعا؟ طبعا لا يمكن لحماس أن تحتل الضفة الغربية، هناك يعني اتفاق فلسطيني على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في إطار مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، من عطل إجراء الانتخابات وبالتالي الحالة الفلسطينية الداخلية الديمقراطية الفلسطينية قادرة على الرد، هذه السياسة والدعاية الإسرائيلية بأن فتح وحماس في حالة هما في حالة خلاف وليس صراع، خلاف على بعض القضايا السياسية، أعتقد أن هناك حوارات وطنية شاملة. شكرا جزيلا خلال لكم الفترة القادمة من رام الله، وأعتقد المحلل السياسي أشرف عكا، ومن القاهرة الدكتور أحمد الشحات، وكذلك من واشنطن الدكتور أحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت، ومن القدس الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي مائر كوهين. بهذا نقفل ملفات الساعة الأولى من 9:00، بعد قليل نفتح معكم ملفات الساعة الثانية، دمتم بخير وعافية، انتظرونا. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادا ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها، تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. معارك ضارية ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم،
بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بيانات واضحة وأدلة واضحة لتعاوني مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يوميا الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا لا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل،
يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. الآن 19 من الحدث. الساعة 2 من 19 كذلك تبدأ بالعناوين. 9 أشهر من الحرب، مخاض عسير للهدنة، ونتنياهو لا يريد وقفا لإطلاق النار. النزوح لا يتوقف في القطاع، أوامر إسرائيلية جديدة لسكان شرق غزة بإخلائها. في إيران، هل يضم الرئيس الإصلاحي وجوها أصولية لتمرير حكومته في البرلمان؟ بعد انتصار العمال ببريطانيا، اليسار يتقدم في فرنسا، وتكهنات بانسحاب بايدن. بعد فوز الرئيس الإصلاحي المعتدل مسعود بزشكيان، بدأت التكهنات حول تركيبة حكومته التي سيعرضها على البرلمان الأصولي لكسب الثقة. المؤكد أن الرئيس بصفته رئيس السلطة التنفيذية قادم من المعسكر الإصلاحي سيواجه تحديا حقيقيا من قبل السلطة التشريعية التي يسيطر عليها الأصوليون الذين قد لا يوافقون على شخصيات إصلاحية بعينها. هنا تتأثر وتثار التساؤلات، هل يضطر الرئيس المنتخب للتعاون مع الأصوليين وبالتالي يشكل حكومة شبيهة بحكومة حسن روحاني من حيث التركيبة، والتي جمع فيها الأخير الأصوليين والإصلاحيين والمعتدلين حتى يمررها في البرلمان؟ لكن ذكريات حكومة روحاني ليست بالسعيدة ولا بالتي يتمنى بزشكيان استدعائها إلى ولايته. لكونه طبيبا، ربما لن يتخلى مسعود بزشكيان عن أدواته. سيحتاج هذه المرة إلى سماعة ليتحسس رغبات المرشد، ومشرطا لتفصيل حكومة جديدة. لا يبدو أن لرئيس إيران الجديد القدرة الكافية من القوة والقدر كذلك الذي يتيح له تشكيل حكومة جديدة من دون الرجوع إلى المرشد. وليس أدل من ذلك سوى التصريحات السابقة التي لمح فيها بإشراك التيارات السياسية الأخرى، وقد تشمل حتى التيار الأصولي. قال بزشكيان صراحة إنه لا يميل إلى فكرة قيادة بلد بحجم إيران بواسطة تيار واحد، وأن البلاد تبنى بسواعد الجميع، هكذا قال. على المستوى الاجتماعي يسعى بزشكيان إلى ترتيب علاقة النظام بالشارع، فهي متوترة بفعل الوضعين الاجتماعي والاقتصادي. لهذا كانت تصريحات رئيس إيران الجديد تصب جميعها في طمأنة فئة 60% الذين قاطعوا الانتخابات، متعهدا بأن يكون صوتهم. وأمام بزشكيان عقبة أخرى، قال إنه سيعمل على تذليلها، وهي الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع إلى جانب المساواة بين جميع القوميات. وحاول الرئيس الجديد في تصريح آخر استمالة خصومه باستدراجهم إلى الحكومة بدعوتهم إلى وضع الخلافات جانبا وفتح نوافذ الحوار. ومثلما دعا إلى حوار داخلي، نادى كذلك لحوار مع الخارج، راغبا في متابعة المفاوضات النووية أخراج بلاده من عزلتها. لاحت في الأفق بعض ملامح حكومة رئيس إيران الجديد.
لوحظ مشاهدينا خلال حملة مسعود بزشكيان الانتخابية حضور إصلاحيين وأصوليين ومعتدلين في مقره الانتخابي. هذا الحضور يبدو مؤشرا قويا على أن حكومة بزشكيان المرتقبة ستكون حكومة وحدة وطنية أو حكومة مصالحة وطنية بمسحة تكنوقراط، بخلاف ما هو متوقع. قد لا يرغب جواد ظريف بحمل حقيبة الخارجية في ظل توقعات برفضه من جانب البرلمان، لكنه سيكون منظرا للسياسة الخارجية وعرابا لها، وربما ستكون له كلمة حاسمة في اختيار وزير الخارجية بالتأكيد. على رأس الأسماء المطروحة لتولي هذه الوزارة الحساسة يأتي اسم عباس عرقجي مساعد وزير الخارجية جواد ظريف في حكومة حسن روحاني، وهناك أسماء أخرى من قبيل محمد صدر الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية في حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي. وليس من المستبعد أيضا كذلك أن توضع الثقة في شخص علي أكبر صالحي وزير خارجية محمود أحمدي نجات. الفريق الاقتصادي في حكومة بزشكيان وهو الأهم للشارع غير واضح، لكن في الأغلب سيقود هذا الفريق علي طيب نية وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني. هنا يلاحظ أن بورصة الترشيحات تضم عددا ممن عملوا مع روحاني. المرأة في الأغلب سيكون لها الحضور في حكومة بزشكيان كنائبة للرئيس لشؤون المرأة أو حتى في منصب وزير، ولأنه أبدى اهتماما بالأقليات والعرقيات غير الفارسية فهناك تكهنات بأن يختار الرئيس سنيا في الحكومة رغم معارضة شديدة قد يواجهها في هذا الصدد. إذن من طهران ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. مرحبا بكما. أبدأ من عندك دكتور حسين، أي شكل ستكون فيه هذه الحكومة، حكومة مسعود بزشكيان؟ سيضم الأصوليين إلى هذه الحكومة كي تمر داخل قبة البرلمان أو لا سيضع معايير مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. أولا من المبكر الحديث عن حكومة السيد بزشكيان، لأن الرجل يعني لم يبدأ دورته التي ستبدأ ما يقارب بعد شهر، وعندما يتسلم المنصب معه شهر لتشكيل الحكومة. من هنا يعني موضوع الحكومة هي ليست على نار حامية ومستعجلة، معه وقت، وما يطرح الآن هو مجرد تكهنات. في تصوري أن السيد بزشكيان لن يعني يضم وزراء يمكن أن يستفزون الطرف الآخر. يعني مثلا على سبيل المثال السيد جواد ظريف هو مستفز للطرف الآخر، من هنا لن يحاول أن يرشحه لأي منصب بحاجة إلى موافقة وثقة البرلمان. قد يعطيه موقع يعني نائب رئيس، مستشار رئيس للأمور السياسية إلى آخره، ولكن كوزير هو بحاجة إلى مصادقة البرلمان. من هنا في تصوري أن السيد بزشكيان قال أنه ستكون حكومته تكنوقراط، وإذا كان هؤلاء من المستقلين في تصوري أن البرلمان سيتعامل مع هذه الخيارات. طيب. ولكن إذا كان من التيار الإصلاحي ومستفز في تصوري أن مرور هؤلاء، ولكنه رئيس يريد أن يعمل، وقد يرى في بعض الشخصيات يعني تساعد الحكومة التنفيذية سواء محمد جواد ظريف أو غيره. أستاذ عارف، سيضطر بالفعل لما قاله الدكتور حسين الرئيس الجديد لأن لا يستفز الأصوليين، وبالتالي يختار أسماء
إلى حد ما يمكن المضي بها داخل البرلمان؟ تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ومشاهدي الحدث الفاضل. أهلا وسهلا. دستوريا المادة 133 تجعل اختيار الوزراء من مهمة الرئيس الجمهورية، لكنما المادة 110 من الدستور الإيراني التي تشرح مهام المرشد الإيراني تجعل 5 حقائب يجب أن تكون بمشاورة باستشارة مباشرة مع المرشد الإيراني، هي وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الثقافة، وكذلك وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارة الاستخبارات. هنالك تكهنات ربما الآن يدور الحديث حول هذه الوزارات السيادية والمهمة، لذلك أنا أعتقد بأن يجب أن نفرز الوزارات هذه 5 وكيفية نظرة المرشد لها عن باقي الوزارات التي ربما يستطيع أن يمضي بها، حتى إذا كانوا من ربما الشخصيات التي كما عبر عنها الضيف الكريم بالمستفزة، بمعنى أن أعتقد أن المرشد الإيراني هو الفيصل، لذلك سيعمل بزشكيان على التنسيق التام وأخذ المباركة من المرشد الإيراني ثم يمضي بها إلى البرلمان، وبهذه الطريقة يستطيع أن ربما يمرر هذه الوزارات. لكن مع ذلك أنا أعتقد بأنه لا يريد أن يبغي على الوصم الذي لطالما سمعناه عنه، بمعنى أنه الحكومة الثالثة لروحان، لذلك سوف يعتمد على الإصلاحيين، لكن الإصلاحيين الجدد وليس الإصلاحيين الذين كانت لهم وزارات أيام خاتمي. وبالتالي أعتقد بأن يجب أن نشهد وزارات شبابية وربما شخصيات ليست سيطبق. دكتور حسين أستاذ عارف اسمح لي، البرنامج الذي تحدث عنه الرئيس الجديد سيطبق يعني بما يخص الحوار الداخلي وكذلك المرأة وتمكينها؟ سأسأل عن الحوار مع الخارج بعد هذه النقطة. يعني في تصوري الوعود التي قطعها السيد بيزشكيان هي وعود مهمة، ولكن تطبيقها على أرض الواقع ليست بالسهلة. نعم هو وعد بأن تكون مثلا حكومة متخصصين تكنوقراط، ولكن تطبيق هذا الموضوع صعب، خاصة أن الحياة السياسية في إيران كانت فيها محاصصة، يعني سواء كان الحكومة إذا كانت يعني محافظة هناك بشكل أو بآخر محاصصة، والآن السيد بيزشكيان لا يريد أن يعطي الوزارات لأسباب سياسية لهذا الطرف أو ذاك، باعتبار أنه وعد بشيء آخر. من هنا أمام الرجل مهمة صعبة، نعم، سواء كان في الحوار الداخلي في تشكيل الحكومة، ولكن رسم له منهج دكتور حسين عندما قال له المرشد يجب أن تمضي على خطى إبراهيم رئيسي. هذا ألا يكبل عمل الرجل منذ البداية، أو أن ثمة نقاط يريد المرشد فقط أن يمضي بها الرئيس الجديد على قدم وساق الرئيس السابق؟ لا يعني شوف، واضح أن الرئيس بيزشكيان مختلف عن السيد رئيسي، وكلمة يعني المرشد هي يعني تعني شيئا آخر. يعني حكومة السيد رئيسي كانت بعيدة جدا عن الفساد وحاربت الفساد بشكل كبير، وهذه هي تقريبا مضمون الرسالة التي قال للسيد بيزشكيان. الرجل يعني بيزشكيان هو نظيف إلى أبعد الحدود، لم تكن هناك حتى يعني تهمة واحدة يمكن أن تطرح في دورته، عندما كان وزيرا، عندما كان 5 مرات نائبا، عندما كان النائب الأول لرئيس البرلمان إلى آخره. ولكن هذه الأمور في تصوري هي بحاجة إلى حكمة، وهو يقول هذا الموضوع أنه بحاجة إلى حكمة لإدارة الملف، ولكن هو الآن استطاع أن يضمن 2 مهمين. أولا التقى بالسيد قاليباف رئيس البرلمان، ووعده رئيس البرلمان بأنه سيساعده في تمرير الحكومة. طيب. هذا الكلام صحيح مهم، ولكن السيد قاليباف لا يملك آراء كل النواب،
ولا يستطيع أن يتكلم باسم كلهم، ولكن بالنهاية هناك كلمة، والمرشد أيضا وعده بأن يساعده في أن يقوم بتنفيذ ما وعد من حكومة. خسارة الأصوليين هذه الانتخابات دكتور حسين، وهنا أسأل الأستاذ عارف، إلى أي حد ستشكل يعني عقبة بوجه تنفيذ برنامج الرئيس الجديد لإيران، بمعنى أن الأصوليين خسروا هذه الانتخابات أمام رجل إصلاحي يوصف بأنه إصلاحي، موقفهم لم يكن موحدا، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك معرقلات. يعني أنا أعتقد بأن خسارة الأصوليين في إيران أو المحافظين كانت خسارتين، الخسارة الأولى في الانتخابات والخسارة الثانية كانت بينهم، بمعنى أنهم لم يستطيعوا أن يتنازلوا فيما بينهم لصالح مشروع واحد يسمى الجبهة الثورية. لذلك فيما يبدو بأن الكثير من التحالفات التي ربما صعدت شخصية مثل غاليباف ربما انهارت بعد الانتخابات الحالية، وبالتالي الحزازات أعتقد بهذا البرلمان الأصولي والذي يصف نفسه بالثوري أعتقد بأنها كثيرة جدا، والخلفية التي يأتي منها بزشكيان وهي أقصد هنا الخلفية البرلمانية لخمسة دورات أعتقد بأنها سوف تنفعه كثيرا، بمعنى أنه يستطيع أن يلعب بهذه ربما الاختلافات الناشئة بعد هذه الانتخابات والفوز المفاجئ. لديهم القدرة على أن يشلوا الحكومة في البرلمان، يعني لديهم الأكثرية هم بالطبع يعني، ولكن سيقومون بهذه الخطوة من خلال متابعتك أستاذ عارف أو لا؟ يعني حصانة المرشد ستحمي الرئيس؟ يعني هنالك طبعا حصانة المرشد إذا ما كان لديه توجه إلى دعم بعض السياسات سوف لن يشهد معارضة كبيرة، لكنما المرشد الإيراني عادة لا يشير بأوامر مباشرة، نادرا ما يستخدم هذه الصلاحية، هو عادة ما يستخدم الخطوط العامة وربما السياسات العامة التي هي أحيانا تكون كقيم أو مبادئ عامة وليست سياسات بعينها، وهذا ما يجعل تفسيرها تكون بيد كل فريق لديه القدرة على تنفيذ بعض السياسات. مثلا في السياسة الخارجية هو لم يضع خطوط بعينها وإنما حددها بالعزة والكرامة والمصلحة، وبالتالي تفسير هذه الثلاثية تختلف من أن يكون الرئيس جليلي أو يكون بزشكيان، أن يكون الوزير مثلا عراقجي أو يكون مثلا عبد الله هيان أو غيره، كل هذه الأمور طيب بالإمكان أن تفسر بطرق مختلفة. طيب دكتور حسين، سألت عن النقطة فيما إذا كان الأصوليون يستطيعون يعني أن يشلوا عمل الحكومة الجديدة أو لا، يعني سلوك الانتقام غير موجود في الداخل الإيراني، يعني خسروا هم ينتظرون الانتخابات المقبلة علما أنهم يملكون الأغلبية داخل البرلمان. شوف يعني الدورة الثانية أولا شهدت إقبالا أكثر بنسبة 10%، وهذا يعني أن جزء من طبقة الشباب جاءوا ودعموا السيد بزشكيان. البرلمان لا يستطيع أن يتجاهل أكثر من 16 مليون انتخبوا السيد بزشكيان، يعني أن يتعامل حزبيا من دون أن يراعي يعني حساسيات الناس، أتصور هذا سيكون صعب على البرلمان. من هنا السيد بزشكيان يعني كما أكد الضيف وهو صحيح، هو أولا يعرف البرلمان، يعرف طريقة عمله ويعرف كيف يمكن أخذ الثقة منه، يعني معرفة البرلمان والتقسيمات القائمة داخله وكيف يمكن تمرير شيء ما. بالنهاية هو كان النائب الأول لرئيس البرلمان وكان يدير هذا البرلمان، من هنا هو يستطيع بشكل أو بآخر أن يتعامل مع هذه المسألة ويتجاوز هذا يعني هذه المرحلة. من هنا أتصور أن السيد بزشكيان ليس غريبا على هذه اللعبة الديمقراطية ويستطيع إدارتها بشكل أو بآخر.
طيب أستاذ عارف، سريعا بأقل من دقيقة، استطاعت الرؤية والذهنية الإيرانية أن توصل رئيس إصلاحي بحاجته إيران الآن من أجل أن ينفتح على الآخر، الغرب، الولايات المتحدة، الدول العربية؟ يعني يبدو لي بأن هنالك حاجة، أولا الخوف من مجيء ربما جليلي هو الذي دفع الشارع إلى المشاركة بأعداد أكبر، لكنما هو أرسل ببعض الرسائل الإيجابية، وبالتالي هنالك الكثير من ينتظر هذه الرسائل الإيجابية، وبالتالي أنا أعتقد بأن يجب أن ننتظر تشكل الحكومة وكيفيتها ثم نحكم على التوجه، لأن هناك ضبابية كثيرة في توجهاته وفي نوعية تطبيق الوعود التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية. شكرا، مبكر أن نقف نعم. شكرا جزيلا لكما من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، وكذلك من طهران أشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. وفي 19 أيضا، بعد فوز اليسار رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته لماكرون. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ من جديد، تتجه فرنسا صوب تشكيل برلمان بلا أغلبية بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تقدم ائتلاف ينتمي لتيار اليسار على أقصى اليمين في مفاجأة كبيرة. استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تشير إلى فوز مريح لأقصى اليمين، لكن التحالف اليسار والوسط منع التجمع الوطني من تحقيق المفاجأة. شعبنا أزاح بشكل صريح الخيار الأسوأ بالنسبة له. التجمع الوطني بعيد كل البعد عن تحقيق الأغلبية المطلقة، بل العكس هو الذي حدث تماما. هو ارتياح كبير بالنسبة للعديد من الفرنسيين الذين يشكلون فرنسا الجديدة التي نحلم بها. هؤلاء الفرنسيون شعروا بالتهديد بشكل كبير، الآن يمكنهم الارتياح، لقد فازوا. في الحقيقة دروس التصويت غير قابلة للنقاش. هزيمة الرئيس ومعسكره مؤكدة بشكل واضح. الرئيس يجب عليه الاعتراف بهذه الهزيمة دون الحاجة لتبريرها. رئيس الحكومة يجب أن يرحل. في الواقع لم يحظى يوما بثقة الجمعية الوطنية وأدار الحملة الخاسرة لمعسكره، والأصوات التي حصل عليها تؤكد فشله. الرئيس لديه السلطة والقدرة وعليه أن يختار التحالف الشعبي لكي يحكم. إذن وبعد حلول معسكره في المركز الثاني في الانتخابات، أعلن رئيس الحكومة
تقديم استقالته إثر الفشل في تحقيق الأغلبية. أن أكون وزيراً أول هو أكبر شرف لي في حياتي. أينما كنت أحل كنت أتطلع لمقابلتكم والتحدث إليكم وسماعكم. كل ما قلتموه لي يجعلني أفكر. الرابط الذي قمنا بنسجه هو أغلى ما لدي. هذا المساء المعسكر السياسي الذي كنت أمثله في هذه الحملة حقق على أي حال 3 أضعاف ما كان متوقعاً في الأسابيع الماضية، لكن لم يحصل على الأغلبية. ولهذا ووفاء لتقاليد الجمهورية وانسجاماً مع مبادئي، سأقدم غداً صباح استقالتي لرئيس الجمهورية. إلى فادي الداهوك مراسل حدث من باريس، مرحبا بك فادي. نستطلع منك أجواء ما جرى والمنعكس. حسين، أنا متواجد في مقر الحملة الانتخابية أو السهرة الانتخابية كما أسماها حزب فرنسا العصية في ساحة ستالينغراد وسط العاصمة باريس. هنا ألقى ميلانشون كلمة، وكما كنا نستمع إليها دعا فيها الرئيس الفرنسي إلى تسمية رئيس وزراء جديد من التحالف اليساري الذي نال أكبر عدد من الأصوات في هذه الجولة من الانتخابات التشريعية في فرنسا. وكذلك دعا رئيس الوزراء جابرييل أتال إلى الاستقالة. سأترك المشهد للكاميرا، هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يحتفلون الآن في هذه الساحة، وهي دعوة رمزية تم اختيارها في هذه الساحة من قبل فرنسا العصية، ساحة ستالينغراد، لأنهم كانوا يعتبرون حزب أقصى اليمين أنه يحمل أفكار نازية، لذلك اختاروا هذه الساحة. وكان قبل إعلان النتائج كان هناك حالة من الترقب والخوف الشديد، لكن كل ذلك انعكس تماما بعد صدور النتائج وتبين أنها كانت لصالح التحالف اليساري، تحالف الجبهة الشعبية الجديدة. لذلك هناك تجمعات كثيرة الآن في عدد من شوارع العاصمة، ليس هنا فقط حيث أقف وإنما أيضا في ساحة الجمهورية. هناك حشد ضخم أيضا لأنصار اليسار، وأيضا في المقرات الحزبية لمعظم الأحزاب اليسارية التي اختارت أو اختار كل حزب منها أن يقيم سهرته الخاصة، تفاديا ربما لحدوث مناوشات بين أنصارهم وأنصار أقصى اليمين، خصوصا وأنه في الساعات القليلة الماضية تم تناقل رسائل كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مصدرها أنصار أقصى اليمين، وزعوا فيها المواقع والعناوين التي سيتجمع فيها أنصار اليسار ودعوا إلى الاحتكاك معهم واستهدافهم. طبعا هناك انتشار أمني كثيف هذه الليلة في معظم الشوارع الفرنسية وخصوصا في العاصمة باريس. في أنحاء فرنسا هناك 30,000 شرطي، أعلن وزير الداخلية نشرهم، وفي العاصمة وحدها هناك 5,000 شرطي سيؤمنون معظم المواقع والتجمعات التي تجري الآن. ففادي، مسألة عدم وجود مرشح لرئاسة الحكومة لدى هذا التحالف، يعني وإن كانت النتائج الآن يعني ما زالت يعني حديثة، إلى أي حد بالفعل يعني يضع فرنسا أمام تحدي حتى اختيار رئيس الحكومة؟ هذا التحدي الأبرز، خصوصا وأيضا أن أحزاب اليسار في هذا التكتل الذي تم تشكيله في وجه أقصى اليمين ليست متفقة فيما بينها لتسمية شخصية تقوم بقيادة الحكومة الفرنسية، خصوصا وأنها لم تكن تتوقع هذا الفوز في الجولة الثانية عندما كانت استطلاعات الرأي تظهر أن الغلبة ستكون لأقصى اليمين، وبالتالي تركوا مسألة تسمية رئيس للوزراء أو مرشح لرئاسة الوزراء تركوها جانبا ولم تتم نقاشها بشكل كبير، خصوصا وأيضا أن حزب فرنسا العصية وأنصاره يريدون أن يكون رئيس الوزراء هو جان لوك ميلانشون، وهذه المسألة أو هذا الاسم يثير خلافات كثيرة في صفوف اليسار. على سبيل المثال الحزب الاشتراكي يرفض أن يكون ميلانشون رئيسا للوزراء، وكذلك أيضا الحزب الشيوعي وكذلك حزب الخضر، كل هؤلاء حتى الآن ليسوا متفقين على تسمية رئيس للوزراء. وأيضا الرئيس ماكرون حتى وإن كان جابرييل أتال قد قدم استقالته إلا أن هناك احتمال بأن يرفض هذه الاستقالة وبالتالي تستمر حكومة تصريف الأعمال. حسين، شكرا جزيلا لك من باريس مراسل الحدث زميل فادي داهوك. إذن بين صعود لأقصى اليمين في البرلمان الأوروبي والانتخابات التشريعية الفرنسية وتحقيق حزب العمال في بريطانيا فوزا تاريخيا على خصمه المحافظ، تتغير الحكومات ومعها السياسات وكذلك التوجهات
فاجأ أقصى اليمين خصومه في انتخاب البرلمان الأوروبي بعدما تقدم على حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا والمستشار أولاف شولتز في ألمانيا. هذه النتائج دفعت ماكرون لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة والتي بدورها شهدت تحقيق حزب التجمع الوطني لاختراق كبير خلال الجولة الأولى، فيما تشير النتائج الأولية للمرحلة الثانية لتقدم اليسار. بموازاة ذلك وليس ببعيد عن فرنسا، حقق حزب العمال في بريطانيا فوزا تاريخيا ضد نظيره المحافظ بعدما نال 326 مقعدا في الانتخابات التشريعية، ليعود بذلك إلى الحكم بعد 14 سنة من المعارضة. وبحديثنا عن التغييرات التي جاءت بها الانتخابات في القارة الأوروبية، يبدو أن الوضع في الولايات المتحدة يسير في ذات الاتجاه، خاصة مع استطلاعات الرأي الأخيرة التي أكدت تفوق الرئيس السابق دونالد ترامب على خصمه الديمقراطي جو بايدن وقرب عودته إلى البيت الأبيض. ويذهب متابعون إلى أن هذه التغييرات لا تنم عن توجه سياسي محدد أو اقتناع ببرنامج أو مرشح بعينه، بقدر ما هي تصويت ضد أشخاص وأحزاب فشلت في تسيير أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية كذلك. إذن لمناقشة هذه التغيرات في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا من لندن، ينضم إلينا الباحث والكاتب السياسي الدكتور محمد القواص، ومن واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، وكذلك ستنضم إلينا بعد قليل الأستاذة مايا خضراء. إذن مشاهدينا، نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا. دكتور محمد، ما يجري الآن في يعني دول صاحبة قرار ليس كل القرارات، دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى أي حد سينعكس على أزمات المنطقة العربية؟ أنا لا أريد أن أناقش الداخل الآن، لا الداخل الفرنسي ولا الداخل البريطاني ولا الداخل الأمريكي. لدي يعني مقاربة يعني لافتة نوعا ما إذا كان أخذناها بشكل عام، بمعنى تفضل. أنه فعلا هذه التحركات سواء كانت في فرنسا أو في بريطانيا أو في أي أو حتى في الانتخابات الأخيرة في أوروبا، بإمكانها أن تقرر مصير مناطق معينة. ربما أكبر أزمات العالم هي أزمة في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط، وربما أيضا هذا المزاج الذي سيفرض نفسه سواء في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في فرنسا بإمكانه أن يتداعى فعلا على قرارات هذه المنظومة الغربية بشأن الشرق الأوسط. لكن ما يلفتني أن ليس هناك تيار جامع، يعني تيار بإمكانه أن نصفه بأنه عابر للحدود. ما يجري في بريطانيا هو بريطاني، ما جرى في فرنسا هو فرنسي، وما سيجري في الولايات المتحدة هو أمريكي. وهذا على عكس ما كان قبل ذلك عندما بدأت التيارات اليمين المتطرف والتيارات الشعبوية تتأثر بفوز دونالد ترامب في الولايات المتحدة. واضح جدا أن الأمر تغير جدا، اليسار يتقدم في بريطانيا وتقدم في فرنسا أيضا، ويعاكس هذه الموجة التي شهدناها في الانتخابات الأوروبية. وبالتالي كل دولة ستتخذ القرار المناسب لها. طبعا واضح جدا أن هذه المنظومة الغربية على الأقل حتى أشعار آخر متفقة على قضايا الشرق الأوسط، ورأينا ذلك تماما في الموقف منذ 7 أكتوبر 2023. المنظومة الغربية داعمة بشكل كامل لإسرائيل، بدأت تتراجع وتتحدث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن ذلك لن يغير شيء كبير فيما صدر من نتائج سواء في فرنسا أو في بريطانيا. ممكن أن يتغير الشيء الكبير بانتظار هذه الانتخابات في الولايات المتحدة. طيب أستاذ بشار، مرحبا بك إلى هذا الحوار. تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية تغيرا كالذي جرى في بريطانيا وفرنسا؟ التغير حاصل عزيزي، وأعتقد من ضمن ما نشهده في هذه الانتخابات على تنوعها دون الدخول في التفاصيل كما أسلفت، هو كيف أصبحت بعض السياسات الخارجية مسألة انتخابية داخلية، وهذا ما يجمع كل هذه الساحات. هذا لم يكن معتادا أستاذ بشار سابقا. الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد كانت السياسة الخارجية إلى حد ما منفصلة عن صوت الأمريكي في الانتخابات الرئاسية.
وهذا ما كنت سأذهب إليه، بأن المثال الصارخ هو الهجرة والحدود، لأن هذا الأمر أصبح ضاغطاً من ناحية الاقتصادية الاجتماعية والأخطر هوية البلاد. لذلك ترى أن كل ما يجري الآن في قضايا الشرق الأوسط لا يقف عند مسألة الهجرة بالمعنى التاريخي، بمعنى أن يتوجه شباب مثلاً عندهم خبرات وقدرات للهجرة بطرق شرعية أو غير شرعية إلى أمريكا وأوروبا. لا، الآن هي أصبحت من عوامل الطرد بسبب الحروب والصراعات الجارية. أوروبا لأول مرة تشعر بنفس هذا الضغط بعد حرب أوكرانيا، فكان الشيء المشترك أيضا هو الضغط كيف يتعامل مع موضوع الهجرة واللاجئين وقضية التغيير الديموغرافي الذي يحصل في داخل البلاد. لذلك تنام اليمين، هذا ما يفسر صعود اليمين. عندما وصلت الأمور إلى مرحلة الصدام، لاحظ ماذا فعل، وهذا ما يجمع بينهم، ماذا فعل سوناك عندما استشعر أن هناك ضغوط وأنه لا يستطيع المواصلة قيادة حزب المحافظين، لجأ لانتخابات. كذلك ماكرون لجأ لانتخابات. حتى الآن في الانتخابات الأمريكية يحاول نفس العامل التخويف، يحاول الحزب الديمقراطي وخاصة اليسار. النقطة التي تتحدث عنها المعدل أستاذ بشار هي لا تنسحب على فرنسا، لأن التحالف تحالف اليسار الذي ربح الآن، ميلانشو متهم بأنه يريد تفتيت الهوية الفرنسية واستقبال المزيد من المهاجرين. يعني هذه مشكلة انتهازية ماكرون، وهنا بما أنك أخذتني هذه التفاصيل، هذه النقطة التي للأسف صبغت السياسة الأوروبية والمرتبطة في أمريكا وكندا، وهي تيار العولمة الذي يريد فرض رؤية. ماكرون لو تصرف كفرنسي وطني ربما لا يتحالف مع أقصى اليسار فقط حتى يزيح أقصى اليمين، لأنه تم تصوير اليمين بأنه هو الخطر الداهم على الجمهورية الفرنسية وعلى سلامة البلاد، تماما نفس العقلية التي يشار إليها في عدد من الساحات الأوروبية. وصلت ميلوني إلى رئاسة وزراء إيطاليا، لم يحصل شيء. أوربان أيضا في هنغاريا، لم يحصل شيء. لذلك هذا التخويف واستغلال ذلك إعلاميا من خلال سنديات هو الذي أعتقد أنه يثبت يوما بعد يوم أن الوعي الاجتماعي السياسي لدى الناخبين قد ازداد. ربما هذه الانتهازية التي لجأ إليها ماكرون لن تسعفه، والدليل على ذلك ما أسلف إليه المراسل عندما قال بمشكلة القدرة على اختيار رئيس وزراء يقود المرحلة المقبلة في البلاد. طيب دكتور محمد، سيكون هناك تنسيق على القضايا يعني بين هذه الدول التي يحدث فيها التغيير؟ أنا سألت الأستاذ بشار يقول لي بأن ما يجري في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، لا شك بأنه يعني أثر كثيرا حتى في بعض الأصوات. أعطيته مثالا من نجح في فرنسا اليسار ميلانشو متهم بأنه يريد تفتيت الهوية الفرنسية باستقبال المزيد من اللاجئين، ماذا عن الداخل البريطاني؟ طبعا اللي جرى في الشرق الأوسط فعلا كان لافت، لأنه أثر على مزاج الناخبين ومزاج الأحزاب في هذا، لكنه لم يؤثر على النتائج بشكلها الكبير، بمعنى أنه هناك انتقادات كثيرة في بريطانيا ضد موقف حزب العمال بقيادة كير ستارمر المؤيد بشكل مفرط لإسرائيل، والذي رفض أن يصوت على قانون في البرلمان البريطاني لوقف إطلاق النار قبل أن يغير رأيه أيضا لأسباب انتخابية، ويبدأ بالحديث عن وقف إطلاق النار وعن الاعتراف بدولة فلسطين. ولكن هذا الموقف من حزب العمال لم يمنع من أن يكتسح الانتخابات الأخيرة، علما أنه بعض نوابه خسروا، يعني بعض نوابه أعتقد 4 نواب خسروا أمام نواب مستقلين كان شعارهم الأساسي هو غزة. هذا الأمر أيضا ينسحب على فرنسا، لأنه الحزب اليساري الراديكالي الأساسي، وليس التحالف اليساري بأكمله، حزب راديكالي كان عنوانه أيضا غزة، ولطالما اتهم بمعاداة السامية
بسبب هذا الموقف. ومع ذلك استطاع أن من خلال التحالف أن يفوز، ليس فقط حبا في الشرق الأوسط وحبا في غزة ودفاعا عنه، لكن أيضا لرد هذا اليمين المتطرف. انضم إلينا دكتور محمد الأستاذة مايا خضراء الكاتبة السياسية، مرحبا بك أستاذة مايا. ما جرى اليوم في أي إطار يأتي التحالف، تحالف اليسار المعروف عنه بأنه لم يتفق قبل هذه الانتخابات على شخصية من الممكن أن تكون في سدة الحكومة تكلف برئاسة الحكومة، هذا سيكون معضلة. أول ما طلب به ميلانشو هو تعيين شخصية من اليسار. هو يحق لجان لوك ميلانشون بالمطالبة بتعيين شخصية من اليسار. هم ربحوا هذه الانتخابات ولكن لم يحصلوا على الأكثرية أو الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ولكن المطالبة برئيس وزراء يأتي من تحالف اليسار، أي الجبهة الشعبية الجديدة نوفو فرون بوبولير. هو أمر غير ممكن لأن حزب فرنسا الأبية حافظ على نفس عدد النواب الذي كان لديه في الانتخابات النيابية السابقة. الحزب الذي تقدم في تحالف اليسار هو حزب الحزب الاشتراكي، أي البارتي سوسياليست، الذي زاد عدد مقاعده بنسبة 108%. لذلك لا يحق لجان لوك ميلانشون هو أن يكون رئيس للحكومة أو أن يعين شخصية من حزب فرنسا الأبية الذي يعتبر من اليسار المتطرف كرئيسا للحكومة. وأرى أن هناك صعوبة كبيرة يواجهها اليسار هو الاتفاق على اسم، لأن هذه الصعوبة رأيناها في أول الإعلان عن هذا التحالف، لم يكن هناك اتفاقا. رأينا أن رافائيل غلوكسمان الفائز بالانتخابات الأوروبية على رأس الحزب الاشتراكي لا يوافق على شخصية جان لوك ميلانشون، بل يعتبره عائق لهذا التحالف. لذلك هو فوز بالفعل، ولكن فوز محفوف بالمخاطر بالنسبة باعتبار بدأنا الحديث يا أستاذة مايا على منعكس ما يجري داخل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربية ومسألة الهجرة. ميلانشو تعرفين أنت يعني الاتهامات التي يكيلها له خصومه، ما منعكس فوز اليسار الآن على قضايا الهجرة؟ يعني أبدأ بهذه القضية الحساسة. نبدأ بقضية الهجرة. إذا ما تنبهنا اليوم إلى توزع المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، نرى أن أكبر كتلة هي لتحالف اليسار، ولكن هناك تحالفا بما خص موضوع الهجرة على وجه الخصوص، ما بين أو تقاطع مصالح ووجهات نظر ما بين حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، تحالف معا أنصامبل، وحزب اليمين المتطرف أي الذي يرأسه جوردان باردلا، والجمهوريين الذين هم ينتمون إلى اليمين التقليدي الذين نالوا على ما يناهز 70 مقعدا. هذه التيارات الثلاث التي تنطلق من الوسط إلى أقصى اليمين مرورا باليمين المعتدل هي تجتمع على نفس قانون الهجرة الذي تم إقراره ليس من زمن طويل في الجمعية الوطنية. ونرى أن اليسار اليوم بعدد النواب الذي نال عليهم لا يمكنه أن يمرر قانونا بما خص الهجرة، يسهل أعطاء الأوراق للذين ليس لديهم أوراق أو إقامات. نظرية المؤامرة أو نظرية الانتهاز الفرص لابد أن أسأل عنها الأستاذ بشار جرار. ما يجري الآن يا أستاذ بشار، قلت أنت الرعب من اليمين المحافظ يدفع الانتهازية الماكرونية بإلقاء فرنسا في حضن تحالف أقصى اليسار، وأضفت بأن المستفيد بوتين. تستطيع أن تفهمني أنا على الأقل الآن كيف استفاد بوتين من هذه النتائج سواء في بريطانيا أو فرنسا أو ما سيجري في أمريكا؟ أخي حسين، انظر للصورة، الصورة اللي أنت بتبثها الآن مباشرة. نعم، انظر إليها. نعم، أعمال فوضى وشغب. لا لا لا، تمعن في الإعلام عزيزي. لا لا، قبل الصورة التي كانت قبل قليل. نعم، بالكاد ترى علما فرنسيا. أنت رأيت علم جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا، نعم، فلسطين، رأيت علم الجزائر. لا أستطيع أن أميز جميع الإعلام. كنت في مقابلة أثناء أيضا المناظرة التي جرت بين ترامب وبايدن، وكان المشهد أيضا مشابها لما نرى.
لم يكن هناك عالما أمريكيا واحدا، كانت الأعلام كلها أيضا مرتبطة بنفس الأجندة. هذا يا عزيزي يثير تساؤلات، وهذه التساؤلات ليست فقط لمواطني البلاد من الجد الرابع، أنت تتحدث عن مهاجرين، يعني حتى الزعماء الذين يتصدون لهذا الأمر هم مواطنين في الأصل، أبائهم أو هم أنفسهم كانوا لاجئين. المشكلة هي هوية البلاد، هوية البلاد تتعرض لهزات غير مسبوقة. حرب أوكرانيا لأول مرة نقلت ملف الذي يتعلق في الهجرة وملف الحدود والصراع بين عبر الأطلسي وعلاقة أوروبا أمنيا ودفاعيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة تنقلها إلى جميع الملفات المتعلقة بالسياسة الداخلية التي تهم الناخبين. لذلك كانت ثورة المزارعين بفرنسا في هولندا، أذكر حتى أيام كورونا أيضا سياسات الإغلاق، رأينا كيف تيار العولمة الذي يفرض فاوتشي كان كما المنزل، كما يقول وكأنه هو الوحيد الذي تعلم الطب أو درس الطب. طيب بإشارتك هذه أستاذ بشار سريعا، يعني أنت تلمح إلى أن اليسار استفاد من هؤلاء باعتبار أن لا علم لفرنسا البلاد التي احتضنت هؤلاء، وبالتالي استثمار واستغلال. عزيزي هذه مرة أخرى انتهازية ماكرون. طيب. هناك أيضا انتهازيون في الساحات الشرق أوسطية يقول لك أنا أتحالف مع الشيطان ولا أسمح لخصمي أن يصل. يسمح لي يسمح لي دكتور محمد قواص في هذه النقطة، أرجع إليك يا أستاذة مايا، إلى أي حد تتفقين مع الأستاذ بشار بأن الأعلام التي تظهر من خلال الصور بالفعل تم استغلال هؤلاء، وكذلك اليسار استفاد، وبالتالي جاءت اللحظة التي يستطيع أن يقلب فيها الموازين في الداخل الفرنسي؟ يعني بالفعل اليسار، خاصة اليسار الذي يرأسه جان لوك ميلانشون، هو يسار يلعب على الغرائز ويلعب على وتر الفئوية. هو نسي المطالب اليسارية العلمانية في فرنسا، واليوم هو مركز في الخطاب، خطاب فرنسا الأبية، على كافة الأقليات التي هي من صفوف المهاجرين، والمهاجرين الذين هم من أصول أفريقية وأصول مغربية أيضا، يتحدث نوعا ما خطابهم، يعدهم بالكثير، ونسي القضية المركزية أي القضية الفرنسية. اليوم شعارات جان لوك ميلانشون هي شعارات مناصرة لغزة، وهذا أمر إنساني جدا، ولكن هو يحور هذا التضامن مع غزة ليستفيد منه سياسيا. هذه الاستفادة السياسية اعتبرها الكثير من الناخبون الفرنسيين كنوع من الخيانة، الخيانة للقضية الفرنسية، علما أن فرنسا اليوم ترزح تحت الكثير من المشاكل، المشاكل الاقتصادية على رأسها. اليوم فرنسا متدهورة اقتصاديا. طيب. لذلك هذا اللعب على الوتر الفئوي هو الذي خول حزب جان لوك ميلانشون اليوم من الفوز في الكثير من المقاطعات التي الناخبين فيها يعتبرون من أصول مهاجرة، ولكن هذا يعتبر كاللعب بالنار، لأنه في حال ما مضى بهذه السياسة هو سيكون أول حليف لوصول اليمين المتطرف في فرنسا ولوصول حزب مارين لوبان. يجب أن يرجع اليسار إلى الخطاب الجمهوري، إلى الخطاب الوطني، لأنه في حال ما بقي في هذه الخيانة، الخيانة للقضية الفرنسية ولمطالب الفرنسيين، وكمل سياسته بالتحدث فقط إلى بعض من الفئات، سيخسر سنة 2027 في الانتخابات الرئاسية. المتغير كذلك دكتور محمد في الداخل البريطاني إلى أي حد سيكون متسق مع ما يجري الآن في فرنسا، أو ما ينتظر أن يجري ويتمناه الأستاذ بشار في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أريد أن أقول بوصول ترامب طبعاً. طبعاً التي تتحدثون عنها هي جزء من هذا العالم، كل العالم متأثر بما جرى في الأشهر الأخيرة في الشرق الأوسط، وأعتقد في الولايات المتحدة هي أكثر البلدان تأثراً، والنقاش الذي حصل داخل الولايات المتحدة، داخل الكونغرس، داخل الحزب الديمقراطي خصوصاً، كان شاهداً على ذلك. هذه الضغوط أيضا شهدناها بشكل لافت في الشوارع في لندن التي خرجت بمظاهرات
وبدأت كل الأحزاب تكون محرجة في مواقفها إلى أن تغيرت هذه المواقف شيئا فشيئا. هذا تماما ما يحصل أيضا في فرنسا التي المتأثرة بما يحصل والتي بالإمكان استغلال هذه القضايا من أجل أجندات سياسية، لكن هذا لا ينفي أن هذه الدول هي جزء من ما يجري في العالم ومتأثرة به وتؤثر به. أعتقد أيضا أن فرنسا، صحيح أن هناك حزب معين، حزب جون لوك ميلانشون الذي كان الأكثر تطرفا في هذا المجال، لكن تحالف اليسار من الشيوعيين ومن الخضر ومن الاشتراكيين ومن بقية المكونات اليسارية كانت قريبة إلى الوسط وقريبة إلى القيم الفرنسية بشكل أو بآخر. وأعتقد أنه من جعل هذا اليسار الذي نسيناه نوعا ما يعود إلى الـ إلى الـ إلى هذا الظهور بهذا الشكل المفاجئ الذي لم تلتقطه أي شركات استطلاعات الرأي، بدقيقة هذا 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 التقدم اليميني المتطرف الذي كان مفاجئا للجميع. فأعتقد أنه كان هناك هبة أدت إلى استفادة اليسار، لكن مع ذلك هذا اليسار لن يحكم فرنسا إلا بالشروط الفرنسية. ما جرى في فرنسا أستاذ بشار بأقل من 40 ثانية يمكن أن ينسحب على الديمقراطيين كي يسقطوا الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، استثمار اللاجئين، استثمار الصوت المسلم داخل الولايات المتحدة. نعم، هو فير مانجرينج، هو زرع الخوف لدى الناخب، يزرعون الخوف أن مستقبل أمريكا، مستقبل الديمقراطية، ولكن النتائج دائما على الباغي تدور الدوائر كما يقال. لأن كما قالت لوبان، قالت سأعود لأحكم فرنسا، أن النصر اليمين بفرنسا تحقق لكنه تأخر. هل تعلم يا أستاذ بشار بأن الوقت انتهى؟ اسمح لي بس واحد. مارك ليفن إعلامي مهم. شكرا. المحافظ في أمريكا وقال أن انتخابات فرنسا. شكرا جزيلا. سامحني أستاذ بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من واشنطن، ومن لندن الدكتور محمد القواص، ومن باريس الأستاذة مايا خضرة. دمتم بخير.